وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع الدورة 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة، حيث تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن نجاح أعمال الدورة 13 للجنة المشتركة يعكس التطوير الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية. أكد وزير المالية محمد معيد خلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر الفيديو كونفرنس أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسناً خلال العام المالي الحالي نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي وفائض أولي يقدر ب 1.1% وخفض العجز الكلي إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا. تعهدت موسكو باستخدام كل ما يتوفر لها من الوسائل بما فيها العسكرية لضمان أمن حدود الدولة بعد حادثة خرق مدمرة ديفندر البريطانية الحدود الروسية قبالة القرم. واتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في تصريحات بريطانيا والولايات المتحدة بمحاولة تشويه الحقائق حول حادثة المدمرة ديفندر وتأجيج أزمة بتصرفاتها. ألقت وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار، يتزعمه النائب السابق علاء حسنين الشهير بنائب الجن والعفاريت لتزعمه التشكيل العصابي للبحث والتنقيب عن الآثار، وتم إحالتهم إلى جهات التحقيق. وتمكن رجال الأمن من ضمن عدد 201 قطعة أثرية مع المتهمين. انطلقت أمس القافلة الطبية الموسعة التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وجامعة طنطا ومديرية الشؤون الصحية بالغربية والهيئة العامة للتأمين الصحي والمركز القومي للعيون برود الفرج، وذلك بإحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتة بمحافظة الغربية.